طلبي ان الحق يترق اعلاميه شامله سواء حجاج، بس ضد الاعلام الذي لا يقول الحقائق. كلنا جايين ننصر حق الله في شخص انسان مظلوم بريء لم يقدم الا الاحسان لبلده وبني وطنه، وبينكل به لذبح كرامة كل إنسان مصري، كل إنسان عارف ربنا، كل إنسان شريف، وبيتقال له هيتعمل فيك زي السيد الرئيس محمد حسني مبارك. احنا واقفين النهاردة بنقول يا شعب مصر فوقوا، رئيسكم بيتهان لأنه اقترف جرم، لا بالعكس اقترف كل حاجة كويسة. الإنسان ده إنسان شريف، بطل حرب وبطل سلام، ما يتعملش فيه كده. لا احنا المواطنين الشرفاء كلنا دعينا بعض وقلنا هننزل ناصر. افندم انا عايز اكمل لحضرتك معلومه، احنا واقفين لان احنا فزنا بقرار من النائب العام ان السيد الرئيس محمد حسني مبارك ينقل الى المستشفى العسكريه، ورغم هذا البهوات المحترمين الداخليه مش عايزين يفعلوا القرار، مش عايزين ينفذوه. ده 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 اللي انا بقوله، دي شكوتي. والنهاردة احنا بنقول يا جماعة راعوا حق الله في خلق الله، فعلوا القرار، مش هنمشي إلا لما القرار يفعل. شكرا يا فندم.